عشاق رياضة إنما كنتم، أهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا اليوم هو واش الناس متفائلين باللي المغرب قادر أنه ينظم كأس العالم ولا لا؟ بقوا معنا بشوفوا الأجوبة ديال المواطنين. بغيت نضر شهر أختي حتى كيني تقريبا مباراة تنشوفو دابا حاليا في التلفاز تيبانو تقريبا دائما كاين هناك النفاف القضية حيت ما كاينش نظام وتسيير ومستوى ديال كرة القدم. نقصنا تيني العقل والتجربة والحكمة في التسيير، مابقاش في الملاعب، بقات في العقلية وفي الإيمان بالمسؤولية. الملاعب المغربية الجمهور ديالها غير منظم، باش نجيو ننظموا تظاهرة عالمية من الصعب، حيت الجمهور ما عندوش قراءة ديال باش يستقبل ويمشي يتفرج. الاستقبال غادي يكون صعيب. المغرب ديما الله عمره ما غادي يتقدم، دي حاجة طبيعية حيت المغرب اللي مكلفين به هما اللي خصهم يتعاملوا مع المجتمع ويزيدوا القدم، دايما يزيدوا القدم قدام، ولكن هما كيبقاو فواحد المرتبة دايما الله. إذا كان الإمكانيات دابا التيرانات موجودين الحمد لله، داروا التيرانات وداروا كل شيء، ممكن ينظموه. إلا كاين متفائلين باغيين يخدموا راه غادي يخدموا. أي يقدر يمكن ينظم كأس العالم، ولكن الحمد لله راه بداو التيرانات بحال الملعب ديال مراكش، بحال الملعب ديال أكادير، هادو راه كاع ممتازين. يقدر يحدد ما نديروش منه الخير، يكون فيه خير إن شاء الله. وعندنا ملاعب، مراكش، عندنا ملاعب مزيان ديال مراكش. ديال المغرب في المستقبل قادر انه يحتضن كاس العالم، هاد التظاهره كبيره. حنا عندنا تيرانات الحمد لله في البلاد، و كيبان لي المغرب غير قادر انه يحتضن. إذا المشاهدين كيف ما شفتوا معنا الأجوبة، فالبعض قال لأن المغرب قادر لأنه يحتضن مثل هذه التظاهرة العالمية كون عندنا ملاعب في المستوى، والبعض الآخر قال لأنه المغرب ما قادرش أنه يحتضن أو لا يستقبل كأس العالم كون غادي يلقاو مشكل في التسيير مثل هذه التظاهرات العالمية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.